السلام عليكم. النهاردة هشارك معاكم يومي في رمضان. عملت لكم وصفة البرياني، والحلو هيكون قطايف بس بطريقة صحية شوية. وبدون ما اطول عليكم، لايك على السريع ويلا نبدأ الفيديو. لو انتم لسه جداد ياريت تشتركوا في القناة وتشغلوا رمز الجرس. اول حاجة هعملها النهاردة هو اني هجهز عيش، فانا بحب اجهز كل حاجة قصادي كده. فالعيش الدقيق الكامل اللي انا جايبه في اول رمضان، ودقيق الابيض والخميره وكل الادوات. انا الصراحه ما كنتش واخده بالي ان العيش خلص. وكل ما افتح التلاجة الاقي في كيس فيه عيش، فاقول في عيش. هو الخبز اصلا وهو الواحد صايم متعب جدا جدا جدا، بس ما باليد حيله، علشان انا بعد الفطار بحب اذاكر، فعشان كده بحب قبل الفطار هو المخصصة للطبخ وكل حاجة، وبعد الفطار بقى ابقى مثلا واكلة ومركزة وقادرة اذاكر او كده، او مثلا اقرأ كتاب اتعلم حاجة جديدة. فانا بحب يعني استغل الواحد اليومين دول محبوس في البيت مش قادر يعمل حاجة. في مواقع كتير علمية عاملة الدروس بتاعتها حاليا مجانية، فبحب اخد يعني اتعلم حاجه جديده، اشوف درس جديد، اي يعني حاجه جديده كده اتعلمها الفتره دي. فدلوقتي هبتدي اعمل العيش ويلا بينا. بعد كده هبدأ أجهز الفطار. هنعمل النهاردة برياني. الطريقة دي اتعلمتها من جارتي هندية. البهارات اللي استخدمتها هتكون في صندوق الوصف. استخدمت بهارات فراخ، كركم، شطة، فلفل اسود، بابريكا، كمون، ورق لورا، وحبهان، وقرنفل، وينسون. لو عندكم كمان الليمون المجفف تقدروا تضيفوه. الفراخ وبصل مقطع. اول حاجة اذا حابين تعملوها بالطريقة تكون صحية شوية اكتر، ممكن ما تحطوش معلقة الزيت دلوقتي، وهقولكم ليه قدام شوية. لو الطاسة كمان مش بتلزق مش هتحتاجوها. اول حاجة هحط الفراخ واسيبها لحد ما تاخد لون كده شوية بني، اللي هي كأنها اتحمرت. اول ما تاخد لون بسيط هحط البهارات الصحيحة اللي هي الحبهان والقرنفل وورق اللورا واليانسون. الهنود بيستخدموا اليانسون النجمي، بس هو ده مش عندي، فانا مستبدلاه باليانسون الصغير ده. ودول بيدوا طعم حلو جدا لما بحطهم في الاول كده، بيدوا طعم حلو جدا وريحة. ولما الفراخ تاخد لون وريحة البهارات تبان هحط البصل. واستنى مجرد ما يدبل سنة بسيطة كده هحط باقي البهارات. وملح بسيط، انا مش بحط ملح قوي، بس انتوا تقدروا تحطوه حسب رغبتكم. وبعدين هحط المية علشان الفراخ تبدأ تستوي. المية بتتحدد على حسب الرز، لكل كوباية رز كوباية مية. بس كده مجرد ما الفراخ احس انها اتسلقت احط بقى الصوص والفراخ في الرايس كوكر. بعدين فاكرين لما قلت لكم ما تحطوش الزيت؟ هنا بقى لو ما حطيتهوش في الاول حطوه وعليه الرز. الحركه دي بتخلي الرز لما يطبخ يبقى مفلفل كده ومش ملزق او مكسر في بعضه. انا كنت لسه متعوده على الطريقه القديمه ان ممكن استخدم معلقتين زيت او يمكن اكتر كمان مع الفراخ، وواحده مع شويه مع الفراخ وشويه مع الرز. بس عشان غيرت طريقه اكل شويه، ولان الطاسه دي مش بتلزق فما فرقتش قوي اني احط الزيت مع الرز. انما لو تسالوني الافضل تعكسي وتخلوا الرز مع الزيت علشان يتحمر وما يلزقش في الطاسه. انا مش هخلي الرز ياخد لون
انا هحمره بس كده، اللي هو مجرد ما اسمع الصوت بتاع ان هو نشف من الميه اللي هو بيعمل كده خلاص هوقف، وبعدين اضيفه على الصوص واحطه على الرايس كوكر. طيب لو مش عندنا الرايس كوكر خلاص عادي هتحطي الرز في الحاجة اللي انتي مجهزة فيها الفراخ. وبصوا بقى بعد ما استوى الرز مفلفل ازاي ومش مكسر او ملزق، وبصوا اللون بسبب الكركم والبابريكا لون حلو جدا. وغطوه بقى وما تفتحوش الغطاء لحد لما تيجوا تقدموا. دلوقتي خلصت العيش اخيرا. عاملاه النهارده كبير شويه لسببين، السبب الاول ان احنا الاسبوع ده هناكل حواوشي، والسبب الثاني ان ورق الزبده خلصان فحطيت دي كده عشان ما يلزقش، فخايفه ان كتير يلزقوا ويبوظوا فعملته حجمه كبير شويه. بس كده مهما كنت انسان نظيف لازم العيش يسيب هذا الاثر في الارض. فهنكنسه بقى. دلوقتي هنجهز الحلو. قررت اعمل قطايف. هنحتاج كوبايتين دقيق، نص كوبايه سميد، معلقه خميره، معلقه بيكنج بودر، ونص معلقه كربونات، وميه دافيه للعجن، ومعلقتين سكر. لقيت وصفات على النت كمان فيها زيت، بس ما انصحكمش تجربوها لان الزيت بيخليها تفك من بعض، ولما تيجوا تقفلوها كده بتقعد تفك، فالافضل تستغنوا خالص عن الزيت في العجين بتاع القطايف. انا استخدمت الخلاط احط فيه كل المكونات وامزجهم مع بعض. الخلاط اسرع حاجه لسببين، انه مش هيخلي فيه كتل دقيق، كمان بسبب ان الغطا هيخلي العجين يخمر فيه ومش بيبهدل الدنيا، فيعني وين وين. بعدين مش هسيب العجين يخمر جامد في هي 10 دقايق وبعدين ابدأ اسويه. بستخدم المعلقة بتاعت القياس اللي هي اكبر مقاس علشان القطايف تبقى كلها مقاساتها واحدة. هي مش بتطلع كلها صراحة مدورة قوي لاني بعد بحط كذا واحدة في الطاسة انجازا للوقت، انما لو عندك وقت وحابة القطايف تطلع مدورة كلها حطي واحدة واحدة في نص الطاسة هتطلع كلها مدورة زي بعض عادي. اول ما يبدأ يظهر البوبلز دي بشكل منتظم كده تعرفي انك ماشية صح. لو حسيتي العجين ماسك نفسه ومش بيتفرد في الطاسة يبقى كده لسه العجين محتاج شوية مية، زودي عن المية وعلى طول سويها مش هتحتاج تتخمر. طيب تعرفي انها ناجحه ازاي؟ هتلاقي الفتحات من جوه واسعه كده ومن بره صغيره، دي ما بتشربش زيت خالص ولا بتخرج الحشو. اول حاجه هعمل الطريقه الكلاسيكيه خالص اللي هي محشيه مكسرات وجوز هند. الطريقة التانية دي بقى اقتراح نور، هي انك تنقي قطايف 2 قد بعض وتكون مجهزة مهلبية عليها مكسرات وتحشيها بالشكل ده، او ممكن كمان جبنة كيري، بس انا بفضل المهلبية مش بحب الجبنة الكيري في الحلويات الصراحة. الشكل ده هو المفضل لنور. نيجي بقى لمرحلة التسوية. ممكن تقلوها عادي بس انا حابة اعمل النسخة الصحية شوية منها، وهي اني ادهنها زيت بسيط
وادخلها الفرن، بتطلع خفيفة جدا، ما مش شاربة زيت وجميلة. بس برضو في ناس بتفضل المقلية، فكل واحد وذوقه طبعا. بعد كده هحط عليها العسل، وكده بيكون فطارنا اليوم ده جهز، وجاي وقت اذان المغرب. انا بحب جدا السمبوسة على الفطار، وعلشان اخليها نسخة صحية شوية بفردها على ورق زبدة وادخلها الفرن تاخد لون وتبقى مقرمشة جميلة جدا. بعد كده بنصلي التراويح. في اليوم ده كمان كنا رايحين السوبر ماركت بالليل، فاخدتكم في جولة سريعة معانا بالليل. العيب الوحيد اللي بيكون كل المنتجات خلصانة زي ما انتم شايفين، حتى رفوف السناكات خلصانة. العلامات اللي على الارض دي للناس علشان يحافظوا على المسافات بين الشخص والتاني حوالي متر. كمان البلاستيك المحطوط قصاد الكاشير ده علشان يمنع انتقال الفيروس اللي ممكن ينتشر بسبب الرذاذ الناتج من الكلام. ودي مكنة الدفع الآلي. الكاشير وظيفته فقط انه بيعمل سكان للباركود المنتجات اللي اشتريناها، انما الدفع بيكون بالطريقة دي. بعض السوبر ماركتس كمان اتخلت خالص عن الكاشير، وبقت الناس هي اللي تعمل سكان للمنتجات وتدفع بنفسها. الموضوع مش بسبب الكورونا، ده طبيعي هنا من قبل اي حاجة، بس هو من الاسباب اللي حدد جدا انتشار الفيروس، لان الفيروس ممكن ينتقل عن طريق الفلوس. وكده فيديو النهاردة خلص، يارب يكون عجبكم، وانتظر رأيكم في الكومنتات، واشوفكم الحلقة الجايه.